سرنا كثيراً وتجولنا في شوارع الهاشم الشمالي التي حكت قصتها، قصتها التي تشبه قصة اعتدنا على سماعها وما نزال نسأل: من المسؤول؟ وكيف وصل بنا الحال إلى أحوال لا تسر عين ناظر، سواء كان كبيراً أم صغيراً؟ نمشي ونتطلع إلى الأمام، وفجأة نتعثر بعلبة عصير ألقاها أحدهم بعدما امتلأ رأسه بالعادات السيئة، ولسان حاله يقول: ارميها ارميها يا زلمة، هي إيش شغلة عامل الوطن بهالدنيا؟ وعندما نشاهد حدائق جميلة أو شوارع نظيفة، يخيل إلينا أنه عالم آخر، أو على الأحرى عالم غريب، عالم لم نعتد العيش فيه. يا له من مكان رائع، ثقافة شبه مفقودة، تلك هي التي تفهمها عندما تنظر إلى أرصفة ملأة بالقمامة وحاويات يا ليتها تصمم بحجم شقة كاملة لتتسع على الأقل لمخلفاتنا التي لطالما أسكتنا ضمائرنا من خلال رميها دون البحث عن الطرق الصحيحة والصحية. فهذا الذباب المتراقص حول الحاويات يحتفل بما يتراكم فيها ويقيم الولائم. لماذا لا تحافظ على نظافة الحي الذي تسكن فيه؟ هل ترضى بأن يكون منزلك على هذا الحال؟ لماذا لا نساعد عمال الوطن وننظم عملية رمي النفايات؟ لماذا لا تمنع من حولك من إلقاء مخلفاتهم على الأرض بدلاً من الحاوية؟ لماذا لا نخفف أصلاً من كم نفاياتنا؟ ليش ما نحط كيس في السيارة نكب فيه؟ خلي أحياءنا جميلة وطلتها عالم من نحلم نعيش فيه، وكل واحد فينا يغير سلوكياته للأحسن.